لك الولا منا على طول المدى. قابوس توجت المعالي أنجما، الشعب يحدو دربها مسترشدا. عاشت عمان بفضل عهدك مرة، تهب الفخار لشعبها والسكنى. المجد مولانا لعرشك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة طيبة مباركة. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عمان في أسبوع. هذه الحلقة التي نقدمها لكم من هنا من منتجع شنغريلا بر القصة، وبالتحديد من معرض تحت السطح، حيث تتحدى صفية البهلاني الإعاقة الجسدية لتقدم لنا معرضا للوحات فنية أبدعتها بمهارتها. نبدأ الحلقة بالملف الرئيسي، ولكن بعد فاصل قصير. في ضوء الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه للتقريب في المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تعزيزا للروابط الأسرية والاجتماعية لما لها من انعكاسات إيجابية على الاستقرار النفسي لكافة العاملين العمانيين في الدولة، فقد وجه جلالته أعزه الله بتوحيد الإجازات الدينية والوطنية وفق الفترات التي حددتها المراسيم السلطانية الصادرة في هذا الشأن. من جانب آخر، وتواصلا مع العالم الخارجي في المسائل الاقتصادية وخاصة المعاملات المصرفية والتجارية والاستيراد والتصدير، فقد وجه جلالته أبقاه الله بتوحيد الإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتكون يومي الجمعة والسبت، وذلك اعتبارا من أول شهر مايو القادم. وفي إطار اهتمام جلالة السلطان المعظم بكافة الأمور التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، فقد وجه جلالته أبقاه الله بتعزيز رصيد برنامج القروض السكنية الميسرة ليصبح 100 مليون ريال عماني موزعة على هذا العام والعامين القادمين، علما بأنه قد سبق إعفاء المقترضين من بنك الإسكان من الرسوم المفروضة على القروض السكنية. وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بأن يكون اختيار رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد مع بداية شهر نوفمبر من هذا العام. وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن هذه التوجيهات الكريمة من لدن جلالته عزه الله سوف تحدث نقلة نوعية في عمل الغرفة وتعزز من العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد معاليه أن الفرصة سانحة لكل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات من كل محافظات السلطنة للمشاركة في اختيار الأعضاء أو في التنافس للحصول على أحد مقاعد العضوية في مجلس الإدارة المرتقب. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمكتب سموه صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نقل سموه تحيات جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته والشعب العماني. وقد أعرب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بأن مجلس التعاون بما يجمع دوله من سمات مشتركة قد حقق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة،
مؤكدا على الدور الذي يطلع به مركز التحكيم التجاري الذي يعقد حاليا اللقاء العاشر للمحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط. وقد أشار سموه إلى أن هذه الملتقيات تمثل بيئة قانونية سليمة لعرض الأفكار والاطلاع على التجارب الناجحة بين أبناء المهنة مع تبادل الآراء لتطوير العمل المهني للمحامين والمحكمين، بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني والتحكيمي على المستوى الخليجي لما له من إثراء لثقافة التحكيم وتسوية المنازعات التجارية. موضحا سموه بأن التعاون في هذا المضمار كفيل بالارتقاء بمهنة المحاماة إلى المعايير العالمية. من جانبه استعرض صاحب السمو الأمير الدكتور مستشار خادم الحرمين الشريفين الجهود المبذولة في هذا المضمار، مشيدا بتعاون السلطنة لإنجاح تلك الجهود وخاصة في مجال نشر الوعي بمهنة المحاماة والتعاون مع كافة المؤسسات ذات الصلة للارتقاء بهذه المهنة وتذليل ما قد يواجهها من تحديات. وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد سمو الضيف نقل تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام التوفيق وللشعب السعودي الشقيق بمزيد النماء والازدهار. حضر المقابلة مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل ومع الشيخ وكيل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، كما حضرها سعادة الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس جمعية المحامين العمانيين وسعادة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة. أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على مواقف السلطنة الثابتة في دعم القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين. وشاد سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال المقابلة بالخطوات الرامية إلى المصالحة الكاملة بين الفصائل الفلسطينية وبما يعزز تضافر كل الجهود المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني. من جانبه نقل معالي الضيف تحيات القيادة الفلسطينية وتمنياتهم الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدا معاليه بدعم السلطنة للشعب الفلسطيني وقضيته. تناول الحديث خلال المقابلة علاقات التعاون الثنائي في مجالات تطوير أجهزة الخدمة المدنية وتفعيل البرامج التدريبية والتأهيلية واستعراض المستجدات والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة. كما استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمكتب سموه سعادة علي أكبر سيبويه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة، حيث رحب سموه بسعادته متمنيا له دوام التوفيق في مهام عمله. تناول الحديث خلال المقابلة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.
بيتنا بيتكم من بنك مسقط. لقد رفعنا قيمة جوائزنا هذا العام إلى 7 ملايين ريال عماني، وفي عام 2013 سيكون هناك فائزين أكثر من أي وقت مضى مع المزيونة. المزيونة، جوائز أكبر، فائزين أكثر. مشاهدينا الكرام، نواصل معكم تقليب صفحاتنا المحلية لهذا الأسبوع، وفي الصفحات التالية تتابعون أبرز توصيات ندوة تطور العلوم الفقهية وأبرز المواضيع التي بحثتها اجتماعات اللجنة الاستشارية الدولية بمجلس البحث العلمي وغيرها من الموضوعات. الشعب يحدو دربها مسترشدا، عاشت عمان بفضل عهدك درة، تهب الفخار لشعبها والسكنى. المجد مولانا لعرشك والندى، ولك نرحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في برنامج عمان في أسبوع، ونواصل معكم تقليب صفحاتنا المحلية من هنا من منتجع شنغريلا بر القصة من معرض تحت السطح، بمشاركة أكثر من 100 عالم ومفكر من مختلف دول العالم. أقيمت في مسقط هذا الأسبوع ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها 12 تحت عنوان فقه رؤية العالم والعيش فيه، المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة. وقد أوصت الندوة في ختام أعمالها على ضرورة تعزيز التسامح بين المذاهب الإسلامية المتعددة، إضافة إلى التركيز على الحوار والتعايش فيما بينها. كما توصلت الندوة التي استمرت 4 أيام إلى أن معالجة التأزم الراهن بالأفكار والوسائل الملائمة هي السبيل الأوحد للخروج من المأزق الحضاري العالمي. كما أوصت الندوة ببحث موقف الفقه الإسلامي من بعض قواعد القانون الدولي المعاصر وغيرها من التوصيات. اعتمد مجلس البحث العلمي تأسيس الشركة العمانية للتطوير والابتكار والاستثمار على أن تكون محدودة المسؤولية وتابعة للمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مجلس البحث العلمي التي ناقشت إنشاء وتطوير مركز الابتكار والأبحاث البيئية بهدف التعاون مع الاتحاد الأوروبي، واطلعت الهيئة على مشروع مؤشرات العلوم والتقنية في السلطنة وما تم إنجازه من مراحل، واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنه. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان المعظم رئيس مجلس البحث العلمي. وتعزيزا للقدرات البحثية، وضع مجلس البحث العلمي حجر الأساس لمجمع الابتكار مسقط. المجمع يهدف للاستثمار في مجال البحوث العملية وإيجاد بيئة بحثية تساهم في تحقيق التنمية بالسلطنة. وضع حجر الأساس لمجمع الابتكار مسقط يمثل تأسيس قاعدة بحثية لتعزيز القدرات البحثية وتحويل البحوث العلمية إلى منتجات تجارية ذات قيمة في السوق. يأتي اليوم طبعا إنشاء وضع حجر الأساس لمجمع الابتكار مسقط كخطوة رائدة ورئيسية في هذا التوجه، وإن شاء الله عندما طبعا تتم التجهيزات وعندما ينتهي التجهيز المركز سنبدأ إن شاء الله بالعمل الفعلي فيه، وسنستقطب من مختلف المراكز ومختلف المؤسسات التعليم العالي، الجامعات والمراكز في هذا المجمع لنبدأ العمل الحقيقي في البحث والابتكار بإذن الله تعالى. 280,000 متر مربع هي المساحة الإجمالية لمجمع الابتكار مسقط التابع لمجلس البحث العلمي،
والذي سيضم مبنى المجلس وحاضنات للابتكار ومقرا لإدارة المجمع وعددا من الورش والمختبرات، إضافة إلى مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية المختصة لخلق بيئة بحثية تساهم في التنمية بالسلطنة. المجمع يوفر البنية الأساسية المجهزة والمزودة وأيضا المرتبطة بمنظومة الابتكار الأخرى كجامعة قابوس وواحة المعرفة مسقط والمناطق العلمية والصناعية والجامعات المختلفة القريبة من هنا. يستهدف المشروع الشباب العمانيين والخريجين ممن لهم أفكار لمشاريع لتطويرها وتوفير التسهيلات المالية والإدارية لها، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية ذات العلاقة بالبحوث العالمية. وسيمثل موقع المجمع بالقرب من جامعة السلطان قابوس والمنطقة الصناعية برسيل بيئة مناسبة تجمع بين العلم النظري والتطبيق العملي. إنشاء المشروع بثلاث مراحل تمتد لعشر سنوات، تنتهي المرحلة الأولى منها في منتصف 2015، ويتوقع أن يوفر ما بين 2000 إلى 3000 فرصة عمل. تدارس مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه يوم الاثنين برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس لمناقشة معالي الدكتور وزير النفط والغاز حول التحديات التي تواجه استكشاف إنتاج النفط والغاز والاستثمارات المساعدة للقطاع، إضافة إلى مقترحات حول تطوير آلية العمل بالمجلس في قطاع الجلسات وموضوع تعزيز الجهود للنهوض بالسياحة في السلطنة. واطلع مكتب المجلس على التقرير المرفوع من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول دراسته الحالية لموضوع أصحاب الحافلات المدرسية، وقرر المكتب على ضوء ذلك عرض التقرير على الجلسة القادمة للمجلس. أكد معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله وزير العدل أنه سيتم قريبا إصدار قانون جديد للمحاماة في السلطنة بعد اكتمال مواده القانونية. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى العاشر للمحامين والمحكمين الخليجيين بمسقط. وبحث الملتقى أهم التشريعات والقوانين لتطوير العمل المهني للمحامين والمحكمين التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي. اللقاء العاشر للمحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون، والذي جاء تحت عنوان نحو دعم وتعزيز سيادة القانون، هي المحطة السنوية التي تجمع نخبة من المحكمين والمحامين الخليجيين لتبادل الآراء والخبرات لتطوير العمل المهني. في هذا اليوم الحافل يأتي تأكيد تلاحم هذا الوطن الكبير دول مجلس التعاون الخليجي، وجوده اليوم بهذا الكم النوعية من المشاركين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي سواء محكمين أو محامين يدل دلالة كبيرة على التلاحم الكبير بين الوطن العظيم الذي يجمع الدين واللغة والتصاهر والمصير المشترك. اللقاء يعد فرصة لالتقاء المحكمين لمناقشة المشكلات التي يعاني منها مجتمع المحاماة واقتراح الحلول لها. خلينا الأول ننظم البيت من الداخل، البيت الصغير، وثم ننظم البيت الكبير إن شاء الله الاتحاد، وثم ننطلق إلى مسألة علمية ومهنية وتدريب وإلى آخره. فإن شاء الله هذا توفيق، تزامن مع أيضا موافقة هناك كبيرة من مجلس العماني لإعادة صياغة قانون المحاماة العماني. ويبحث اللقاء العديد من المواضيع والمحاور، منها مشروع قانون المحاماة والنظام النقابي وتجربة المرأة بمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. راح يتكلم عن تطرق عن مهنة المحاماة وعن الصعاب اللي تواجه للمحامية والمعوقات اللي تواجهها وطريقة حل هذه المعوقات. أقيم بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية معرض بصمتي تفوق إعاقتي للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية، ويهدف المعرض إلى تعريف المجتمع بفئة المعاقين ذهنيا وإمكانياتهم وقدرتهم على الإنتاج والنجاح. رعى افتتاح المعرض الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. جاءوا ليثبتوا للمجتمع أن الإعاقة ليست سبباً لعدم الإبداع. شاركوا بأكثر من 140 لوحة في معرض
بصمتي تفوق إعاقتي. إقامة هذه المعارض في المقام الأول تهدف إلى إبراز مواهب وإبداعات هذه الفئة من الطلاب ذوي الإعاقات، ذوي الإعاقة العقلية تحديدا في هذا المعرض، كذلك يعني تسهم في عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي. حتى المعرض عكست أفكار الطلبة المتميزين وأظهرت ما يدور في ذهنهم من انطباعات حول المجتمع المحيط بهم. هذه اللوحة اللي تشوفوها أمامكم، هذه لوحة تعبر عن معلمة الفنية، هذه لوحة تعبر عن الأم. هذه اللوحة تعبر في عمان مثل البيوت، مثل الأشجار والأفلاق والمساجد والجبال والشمس. المعرض يهدف إلى تعزيز قدرة الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في مجال الرسم وتشجيعهم ومساعدتهم على الإنتاج والنجاح، وتحسين نظرة المجتمع إلى هذه الفئة من النظرة السلبية إلى الإيجابية. الفكرة كانت نابعة على اعتبار وجود طلاب كثير عندهم مهارات يعني يدوية رائعة حقيقة، أنامل مثل ما نسميها أنامل ذهبية. فشفنا يعني لوحات كثيرة، كل من شارك في مسابقة ما شاء الله عليهم يتفوقوا ويفوزوا فيها، فقلنا ليش ما نسوي لهم معرض متكامل بحيث أنه نعرض للمجتمع ككل مواهبهم إمكاناتهم قدراتهم. كرمت وزارة التربية والتعليم أكثر من 200 معلم ومعلمة من مختلف التعليميات في السلطنة، وذلك ضمن الاحتفال السنوي ليوم المعلم تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. لا حديث يعلو هنا على مشاعر سالم ورفاقه المعلمين، يتبادلون عبارات التهاني في يوم استثنائي لهؤلاء، إنه يوم المعلم. نبارك لأنفسنا في هذا اليوم بعد خبرة 20 سنة، الحمد لله رب العالمين تم تكريمنا في هذا اليوم، وأنا صراحة سعيدة جدا، يعني سعادة لا توصف. حفل يوم المعلم تظاهرة سنوية لوزارة التربية والتعليم تؤكد ما للمعلم من أهمية في بناء الأجيال، فهو الأب الحاني على تربية أبنائه. نعم للمعلم، فإننا لا نتحدث من فراغ، وإنما هناك سعي من الوزارة لتوفير كافة الإمكانيات التي توفر للمعلم سبل تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالتحصيل والقيمي والمهاري لطلبته. أكثر من 200 معلم ومعلمة مكرم توحدت كلمتهم في بذل مزيد من الجهد وتحمل المسؤولية في أداء رسالة التعليم. وهنا يظهر أحمد المعلم الكفيف ليؤكد على أمانة الرسالة ومشاعره الفياضة. المشاعر لا توصف بهذا اليوم التكريم، حقا أنا سعيد جدا، حيث أن أنا أقوم بتدريب وتعليم طلبة ذوي الإعاقة البصرية، فهذا التكريم يعني شيء كثير لي. تستاهل العيد يا معلمي، وأكثر من العيد تستاهل. كلمات قلبية خرجت من هؤلاء الطلبة وهم يحتفلون بمعلمهم في يوم عيده. في إطار تعزيز القدرات العملياتية والأمنية الوطنية في مجال الأمن البحري ودعم جوانب التدريب على العمليات والمفاهيم الأمنية واللوجستية الحديثة، تنفذ الأجهزة الأمنية والعسكرية ممثلة بعناصر من أسلحة قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة عمان السلطانية، وبمشاركة عدد من الجهات المدنية والحكومية والخاصة، التمرين الأمني البحري الذي انطلقت فعالياته اعتبارا من صباح اليوم 6 أبريل، وتم تنفيذه على مدى عدة أيام، وذلك على المسرح المسرحي من المياه الإقليمية العمانية لبحر العرب. ويعد التمرين الأمني البحري واحدا من التمارين التي سيتم تنفيذها تباعا ضمن الخطط التدريبية للجهات المشاركة ووفق الاحتياجات التدريبية والعملياتية، وبما يحقق المفهوم الشامل للأمن البحري، وذلك في إطار الجهود الحديثة والمستمرة لتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية للسلطنة وتعزيز القدرات والإمكانات القائمة في التعامل مع التحديات والمتغيرات الأمنية المختلفة والتي تسهم بشكل فاعل في تأمين الملاحة البحرية لمياه السلطنة وحماية الشواطئ العمانية الممتدة. وقد تم خلال وضع تنفيذ هذا النشاط التدريبي مراعاة مجموعة من المفاهيم والإجراءات العملياتية الحديثة باستخدام الأجهزة والمعدات ذات التطور النوعي،
فيما يتعلق بطبيعة تقنيات إدارة وتنفيذ مثل هذه التمارين من حيث استخدام تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والمشبهات ومقلدات التدريب والعمليات الإعلامية وحرب المعلومات وخطط الإسناد الطبي، إلى جانب تفعيل الأطر القانونية وقواعد الاشتباك، وذلك بما يمكن من تعزيز قدرات كافة الجهات المشاركة في التنسيق المشترك والتعامل مع مختلف الإجراءات العملياتية المتطورة وممارسة أحدث مفاهيم القيادة والسيطرة الفاعلة ومستويات كفاءة وقدرات هيئة الركن لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبما يحقق الأهداف الوطنية المتوخاة من تنفيذ هذا التمرين الأمني البحري. لقد رفع قيمة جوائزنا هذا العام إلى 7 ملايين ريال عماني، وفي 2013 سيكون هناك فائزين أكثر من أي وقت مضى مع المزيونة. المزيونة، جوائز أكبر، فائزين أكثر. ونتحول إلى الصفحات الاقتصادية في هذه الحلقة، وبعد الفاصل نتابع مجلس الشؤون المالية يناقش تقرير وزارة المالية عن المركز المالي للدولة، إضافة إلى موضوعات أخرى، فابقوا معنا. بحث مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة تقرير الذي أعدته وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية في فبراير الماضي، موقف الموازنة العامة، ارتفاعات أسعار النفط، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بأنشطة صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار وعوائد استثماراتها. وخلال اجتماعه الأول لهذا العام ناقش المجلس تقرير النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في العام الماضي، والتي توضح الإيرادات الحكومية والإنفاق العام والدين العام والاحتياطيات المالية. ترأس الاجتماع معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. أسند مجلس المناقصات خلال اجتماعه الثامن لهذا العام عددا من المشاريع التنموية والخدمية، وبلغت تكلفة هذه المشاريع حوالي 5 ملايين ريال عماني. وتنوعت تلك المشاريع بين مجالات الطاقة والكهرباء والتعليم والاتصالات، كما تمت الموافقة على إسناد أعمال إضافية لعدد من الجهات الحكومية تتعلق بتنفيذ المشاريع الحيوية وتقديم خدمات في مختلف مناطق السلطنة. وقد ترأس الاجتماع معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات. حذر البنك المركزي العماني في بيان له المواطنين والمقيمين في السلطنة من بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين خارج السلطنة بنشاطات مالية مشبوهة ومحاولات للاحتيال يمكن أن تتم داخل السلطنة بطرق متعددة وبوسائل مختلفة.
ويهيب البنك المواطنين والمقيمين بالسلطنة بعدم التعامل مطلقا مع المؤسسات والأفراد غير المرخص لهم لتقديم خدمات مصرفية أو ممارسة نشاطات مالية أيا كان نوعها. كما حث البنك على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعاملات المالية والمصرفية، وأن تتم المعاملات مع المؤسسات المرخصة من قبل الجهات المختصة. نفى مجلس المناقصات ما أوردته وكالة رويترز للأنباء ومواقع إلكترونية أخرى بأن السلطنة ألغت مشروع طريق الباطنة السريع، مؤكدة أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الحيوي حسب الخطط المعتمدة. وكانت وكالة رويترز ذكرت أن شركة مالية تلقت أخطارا من وزارة النقل والاتصالات بأنها لن تنفذ إحدى مراحل المشروع التي يصل طولها إلى حوالي 44 كيلومترا. في ظل الطلب المتنامي على الخدمات الطبية وبهدف التعريف بالمراكز المتخصصة في علاج مختلف الأمراض، أقيمت بمركز عمان الدولي للمعارض فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول للسياحة العلاجية بالسلطنة. رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. خطوة جديدة يخطوها القطاع الصحي بالسلطنة تهدف إلى فتح أفق أوسع لتنشيط ما بات يعرف اليوم بالسياحة العلاجية، وذلك من خلال ما يعرض من خدمات علاجية شفائية تقدمها العديد من المؤسسات الطبية من مختلف دول العالم، وخاصة تلك التي أصبحت اليوم تمتلك صيتا مرموقا في هذا المجال. هذا المعرض سيكون خطوة أولى إيجاد مراكز متخصصة للعلاج في السلطنة لبعض التداخلات العلاجية التي لا زالت السلطنة تضطر لابتعاث المواطنين إلى خارج السلطنة. المعرض هو الأول ولن يكون الأخير، وهناك دعم وتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكما وجه مولانا حفظه الله في مجلس عمان في العام المنصرم فإن القطاع الخاص لابد أن يقوم بدوره، وهو يقوم بدوره ولكنه أيضا جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للسلطنة. المعرض يأتي في وقت تعمل فيه الحكومة على اتخاذ خطوات لبناء مدينة طبية متكاملة وتمكين القطاع الخاص من استغلال مقومات الاستشفاء التي تزخر بها السلطنة وتحفيزه على إقامة مشاريع صحية ستعمل على تخفيف العبء على الباحثين عن العلاج. هذا شيء كثير مهم لاقتصاد عمان ذات نفسه، فوجود مثل هذه المستشفيات سواء إرسالها بالخارج ولا إنها تبحث عن موقع لها في عمان كثير يفيد البلد من ناحية وجودها هنا، ومن ناحية راحة للمواطنين بدل ما يروحوا برا ويدوروا على العلاج وكذا، يكون كل شيء في متوافر إيديهم هنا في عمان. نحن نتوقع بالنسبة لموضوع العيون أن يصبح عمان الآن بدايات جيدة للسياحة العلاجية في السلطنة. زوار المعرض سيتمكنون على مدى 3 أيام من الاطلاع على أحدث الخدمات والاستشارات الطبية التي تقدمها المؤسسات والمراكز الطبية المشاركة، في الوقت الذي يركز في المعرض على إبراز المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة نشيط السياحة العلاجية، وذلك في ظل مؤشرات توضح قدرة بعض منها على استقطاب المرضى من خارج السلطنة وخاصة من أبناء دول الخليج. دشن النادي الثقافي باكورة إنتاجه من الكتب المترجمة كتاب عمان في عيون الرحالة البريطانيين واقتصاد المعرفة. يأتي هذا التدشين في إطار البرنامج الوطني لدعم الكتاب العماني. رعى الحفلة معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي. تكتسب الترجمة عن اللغات الأخرى أهمية بالغة، خصوصا ونحن نعيش عصر انفتاح الحضارات على بعضها من خلال ثورة المعلومات. ومن هذا المنطلق جاء تدشين كتابي في عيون الرحالة البريطانيين واقتصاد المعرفة البديل الابتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة. النادي الثقافي لديه برنامج لطباعة الكتب والإصدارات، وهو البرنامج الوطني لدعم الكتاب. شق من هذا البرنامج يعنى بالترجمة. اليوم نحتفي بكتابين مهمين صدرا ضمن هذا البرنامج. يتمثل أهمية كتاب عمان في عيون الرحالة البريطانيين للدكتور هلال الحجري جمة الدكتور خالد البلوشي أنه يتناول تفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية التي أوردها الرحالة البريطانيون الذين جاءوا إلى عمان من عام 1800 حتى عام 1970. الكتاب
يدفعنا الرحالة الذين أتوا عمان في منذ القرنين الماضيين وتحدثوا عن عمان شعبا وحكومة وعادات وتقاليد. في كتاب اقتصاد المعرفة البديل الابتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة لدكتور إبراهيم الرحبي وترجمة حسن المطروشي لاستكشاف آفاق لتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والعوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كتاب اقتصاد المعرفة أتمنى أن يكون كتاب قيم يثري المكتبة العمانية والمكتبة العربية، وأتمنى من القراء الاطلاع على هذا الكتاب وربما يرون فيه بعض النقاط التي سوف تخدم النشاط الاقتصادي. صفية البهلانية ومن خلال هذا المعرض لا تبعث رسالة مفادها بأن الإعاقة لا تقف حاجزا أمام الإبداع. ونذكركم مشاهدين الكرام بأن المعرض تم افتتاحه في العاشر من هذا الشهر ويستمر لمدة 3 أشهر. وبهذا نصل معكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عمان في أسبوع، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.